حياكم الله، أهلا وسهلا وهنيئا لكم إعلان تشيعكم. أخي عبد الله، أنا معلن تشيعي تقريبا من أكثر من 6 سنوات ما شاء الله، ولكن حبيت داخل هم أتبارك في الشهادة اللي لقني يا شيخ بإذن الله، وأمسي عليه وقول الله يعطيك العافية، بارك الله فيك. حياكم الله، تفضل سماحة الشيخ، حياكم الله. السلام عليكم أخانا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، أنا أحب من بعد إذنكم الكريم أبين سبب التشيع عشان يتضح للعالم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني بين قوسين أهل السنة، في سببين رئيسيين للتشيع ما يجعلوني أتشيع. السبب الأول الفجوة العميقة بين الصحابة، بين قوسين الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الفجوة وصلت للدماء، للقتل. راجع حساباتك من جد وجديد. يذكر الخطيب البغدادي بأن عدد الصحابة فاق 114,000. مستحيل كلهم عدول، ماكو إنسان يقتل بهذا المعدل. هذه الفجوة الأولى، راجع حساباتكم في موضوع الصحابة. الفجوة الثانية وهي باب أزواج رسول الله وعرض النبي. إذا فعلا كان عندكم غيرة على أرض رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا تطعنون بأم رسول الله بالكفر والشرك والعياذ بالله؟ مع أنكم في نفس الوقت تقولون بكفر أبوي رسول الله، ولكن تقولون بأن قحافة التيمي اللي هو أبو بكر والده، تقولون بأنه مسلم وأبو سفيان مسلم، لكن لما تأتي النوبة عند رسول الله وعلي بن أبي طالب والعياذ بالله تنسبون أنسابهم إلى الكفر. هذه النقطة. النقطة الثانية من باب أزواج رسول الله، أنا رصدت 17 زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وراح أعدد أسمائهم إذا ممكن تعيدون في التسجيل. أم سلمة رضي الله عليها، وميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة، وسودة بنت رمعة، وجويرية بنت الحارث، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة التي هي رملة، وريحانة القرطية، وعائشة، وحفصة، وقتيلة بنت قيس الكندية، والشنباء بنت عمرو، وأسماء بنت النعمان، وفاطمة بنت الضحاك. 17 زوجة. نحن الشيعة، شيعة أهل البيت الرافضة، التي وصل لكم بأن هناك 6 زوجات مرتدات، فاطمة وأسماء بنت النعمان والشنباء بنت عمرو وقتيلة بنت قيس وعائشة وحفصة. أنتم أهل العامة تقرون بكفر 4، وهي الشنباء وفاطمة بنت الضحاك وأسماء بنت النعمان وقتيلة بنت قيس الكندية، لأنكم تقولون بأنهن كفرن كفرا بواحا. فأنا أسألكم بالله، أوليس الخروج على علي كفرا بواحا؟ لماذا يصبح اجتهادا؟ يا سبحان الله. كانت هذه مداخلتي، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، وفقك الله لخير الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأحب أن أردد الشهادة التي سمعتها مرارا وكرارا بعد إذنكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، على بركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نظير، جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشيء صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين وسيد الموحدين وغائد القر المحجلين ولي الله، وأشهد أن فاطمة الزهراء عليها السلام وأبنائها المعصومين حجج الله، أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويزيد ومعاوية. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويزيد ومعاوية في النار في قعر جهنم، هم ومن والاهم عن كبر وعناد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بارك الله فيك. هنيئا لك، أحسنت وأنت أقر الله عينك بالجنة بصحبة من تحب. صحبة محمد وآله الطاهرين. آمين. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.